ننتقل إلى الخبر الآخر. أطباء يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون من جديد بأن مشروبات الطاقة تسبب الأزمات القلبية وتؤثر حتى على الحركات الجسدية وأيضا النوبات العقلية، وهي تؤثر على الصغار وعلى الكبار. نشاهد. نقرأ أبرز التعليقات حول هذا الخبر. التعليق الأول، ويانا عبد الله يقول: قبل تحذير الأطباء يوجد تحذير على العلبة نفسها من الشركة المصنعة لها، مثل التحذير على علب السكائر. أيضا التعليق الآخر يقول إبراهيم: من المهم توعية الصغار والشباب حول مخاطر تلك المشروبات وتشجيعهم على اختيار البدائل الصحية. أيضا تعليق الآخر، سارة تقول: والله يا جدعان ما تستاهلون تخاطرون بصحتكم عشان تشربون مشروبات الطاقة. التعليق الأخير مع محمد يقول: المشكلة غالب من يشتريها مراهقين 18 سنة فما دون.